متتبعين قناة أخبار الفرج المغربية من مدينة قنيطرة، بالضبط جوطية بن عباد يلتهمها حريق. إذن كما تلاحظون معنا متتبعين صحف إذن متتبعين قناة أخبار الفرج المغربية، كما تلاحظون حريق يلتهم جوطية بن عباد أمام المكان، تحذير من أحد الزملاء بأن انفجار قنينات غازية. كنعتذروا لأننا وصلنا بصعوبة نمر على قناة السير. جهود كثيفة من طرف الوقاية المدنية لإخماد هذا الحريق. كنتمناو على ان هاد الشباب يحاولوا ما يغامروش بنفسهم، لان السلطات ورجال الامن كيحاولوا انهم يرجعوا هاد الناس للوراء حتى في هذه اللي وقعوا اي كارثه. إذن نسأل الله السلامة، ونتمناو أنه ما يكون هذا حتى شي حد، ونتمناو على أن يستطيعوا رجال الوقاية أنهم يطفئوا هذا إخماد هذه الحرائق. حريق مهول داخل جلطية بن عباد، لطفك يا الله، اطلب الله السلامة يا رب. حالات هستيرية لكل الناس اللي عندهم المحلات التجارية داخل الجوطية ديال بن عباد. إذا في كل كاميون من حدث اللي هو كنت من الله سبحانه وتعالى ما يكونش في شي أمراض ياسينة أمور زينة على خير ما يؤمن وكنشوفوا الأمراض اللي إذن نسأل الله السلامة ونطلب الله الأمن والسلامة للبلاد ديالنا. نطلب الله من إذن كي كتشوف معنا متسبين قناة أخبار الفرج المغربية عامل عملة مدينة القنيطرة، كيتواجد في عين المكان اللي فيه الحريق بجوطية بن عباد. العمارة تاعنا في حاجة. كانت بزاف، نطلب الله السلامة، نتمنوا على انهم استطاعوا. كنت عندك محل ديالكم؟ هذا كان ديال الساعة. صافي بلاصة. كوردون إذا
كي كتشوف معنا متتابعين قناه اخبار الفرج المغربيه، رجال الامن الوطني كيحاولوا على انهم يامنوا المكان. اذا متتابعين قناه اخبار الفرج المغربيه، للاسف هذه هي البقايا اللي بقات من جوطيه بن عباد. كل رجال الامن الوطني والسلطه المحليه والوقايه كلهم تجندوا من اجل اخماد هذا الحريق اللي كيتواجد بجوطيه بن عباد مدينه القنيطره. كي كتلاحظوا معنا متتابعين قناه اخبار الفرج المغربيه، جوطيه بن عباد لم يبقى فيها اي شيء. إذن متتبعين قناة أخبار الفرج المغربية، لهنا وصلنا إلى إنهاء البث المباشر. الحمد لله استطاعت من كل من رجال الوقاية المدنية ورجال الأمن الوطني والسلطات المحلية بالكثافة وبالمجهودات ديالهم على أنهم يطفئوا هذا الحريق هذا، وحاولوا أنهم يأمنوا كل من هذه السكينة وكل المواطنين على إبعادهم من إصابتهم من أي مكروه. إذن دمتم في رعاية الله متتبعين قناة أخبار الفجر المغربية.